مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم خاصة بالتقليم أو زبارة ديال الحواميض. كتعتبر التقليم من أهم الممارسات الزراعية اللي كتأثر في جودة وإنتاج الحمضيات، وعملية ضرورية بعد الجني للحفاظ على الإنتاجية، حيث أن تقليم أشجار الحمضيات الجيد كيعطي فرق كبير في الغلة وجودة الثمار. والأهداف الرئيسية للتقليم أو الزبارة هي نعطيو الهيئة الكاملة والمتوازنة للشجرة، نسمحوا بدخول أشعة الشمس والهواء، نقصم من نمو الأمراض الفطرية والحشرات الضارة، نزولوا الأغصان اليابسة والمصابة بالحشرات والأمراض، نسهلوا الجني ونتحكموا في العلو ديال الشجرة، ونسهلوا الأعمال الحقلية ونزولوا الأغصان المتدلية على الأرض. الوقت المناسب للتقليم كيتم التقليم بشكل خاص في فصل الشتاء، ملي كتكون شجرة في مرحلة الراحة الشتوية وكيتوقف قبل ما تبدا البراعم بالظهور. وفي مناطق المعروفة بخطر الموجات ديال السمرة كيتوخر حتى بداية الربيع، لأن السمرة كتيبس مكان قطع الأغصان وكتسمح بدخول أمراض. وفي الصيف كيتم إزالة الأغصان الزائدة اللي كتضر على جذع الشجرة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، أنواع التقليم كثيرة ومتنوعة، ومن أهميتها تكوين الأشجار في سن مبكر قبل 5 سنين وصيانة الشجر طوال مدة الإنتاج وإعادة الهيكلة والتوازن للشجر المسين والمهمول وتحسين الإنتاجية والجودة بتقليم الإثمار. أولا، تقليم التكوين كيهدف لتكوين شجرة على غصن مركزي قوي وثلاثة حتى لأربعة الأغصان رئيسية قادرة على حمل ثمار وفرة. كيبدأ من السنة الثانية أو الثالثة على حسب النوع والصنف من الحوامض وكيدوم 3 سنوات. في السنة الأولى كيتم تقليم الأشجار المطعمة أو الملقمة على علو 70 سنتيمتر من نقطة التطعيم، وكتم إزالة الأوراق والبراعم اللي كتخرج تحت نقطة التطعيم، والأشجار اللي ممطعمة كتقطع على علو 100 سنتيمتر. وفي السنة الثانية نختار 3 أو 4 أغصان هيكلية على علوم مختلف ومتبعدة ب10 سنتيمتر باش نحافظ على توازن الشجرة، وكنزول كل أغصان أخرى وكنحبس الأغصان الهيكلية على طول 50 سنتيمتر. وفي السنة الثالثة كنقوم مرة أخرى بتقليم الأغصان الرئيسية واللي عمرها 2 عام، وأثناء النمو الخضاري كنختار الأفرع التناوية على الرئيسية وكنزبرها بعد الورقة الثالثة أو الرابعة، ولازم ديما نراقب نمو الأغصان اللي تحت جذع الشجرة والأغصان العمودية ونزولها كل مظهرات. ثانيا، تقليم الصيانة مجموعة من التقنيات اللي كتجي من بعد تكوين شجرة وكتدار كل سنة ومن 1 إلى 3 مرات في السنة، وكتهدف لضمان التوزيع الجيد للماء والعناصر المغذية داخل الشجرة، وكتساعد الشجرة باش تحافظ على التوازن ديالها بحيث كتساعد الأغصان الضعيفة باش تكبر وكتحبس تأثير الأغصان القوية اللي كتستهلك بكثرة الماء والتغذية، زيادة على تنقية الشجرة من العود اللي كيتقطع واليابس والمريض والتهوية الجيدة ديالها من الداخل والحفاظ على الهيكلة ديالها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ثالثا، تقليم ترميم أو تجديد كيتم تقليم ترميم أو إعادة الهيكلة الأشجار اللي تعرضت للإهمال أو المشوهة واللي تعرضت لأضرار الصقيع أو الرياح. أما تقليم التجديد فكيتم الأشجار المسنة بهدف تجديد جميع المكونات ديالها، وهذا التقليم حاد بحيث كيتم قطع الأغصان الهيكلية ديال الشجرة سواء على علو 0.8 إلى 1.2 متر من الأرض أو على سطح الأرض. وغالبية الفلاحة والاختصاصيين كينصحوا بغرس جديد خاصة للأشجار المسنة والمريضة. العناية بعد التقليم: دهن مكان الجروح الكبيرة على الشجرة بمادة الماستيك، إزالة مخلفات تقليم البستان وحرق الفروع المريضة، تأخير عملية تقليم الأشجار المصابة بالأمراض إلى نهاية التقليم لتفادي انتقال المرض إلى الأشجار السليمة، إزالة الأغصان الطفيلية اللي كتظهر على جذع الشجرة. وكل هذه العمليات كتطلب أدوات وآليات مختصة في الزبارة ومادة للتعقيم كل ما قمنا به بعملية التعقيم. وفي الأخير، أخير فلاح، أختي الفلاحة، كيعتبر تقليم أو الزبارة حلقة مهمة في المسار التقني لأشجار الحوامض، وللعكس من اللي كنظنوه فهذه العمليات كتوجب الاعتماد على خبرة في ميدان التقليم واستعمال يد العاملة الكفأة، واللي كيساعدنا في الحصول على أشجار بتكوين جيد وصيانة دائمة تمكنك أخي الفلاح من استغلال جيد للتغذية والماء والضوء والهواء وتحسين الحالة الصحية لأشجارك وإنتاجية وجودة جيدة ونقص ظاهرة التناوب. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.